السلام عليكم. هذه اخر بارتي في لي زالغ، لاباري سينيتيك ولا لاباري ديال لي موفمون اللي كيتحركوا بها، يعني لي فلاجيل. المهم هنايا عندنا ثلاثه لي مهمين، عندنا الاولاني هو هذا، الثاني هو هذا، والثالث هو هذا. غنبداو بهذا الثالث. الثالث هذا اللي كيطيح في امتحان بزاف، لان كيقول لك شنو هو الكاركتيرستيك ديال لي زويد هادو. المهم هذا اللي قاعد عندنا في كونداسي هو لي سبو. المهم الكاركتيرستيك ديال لي زويد كيقول لك شمن لي زالك، شمن لي زالك هو، كتقولو لي زالك بغين، لي زالك بغين ياك. كتقولو قال لك يعطيني الكاركتيرستيك ديالو، كيقول خصك تقول له هو هيتيرو كونتي. شنو هيتيرو كونتي؟ هو لي فلاجيل ماشي فحال فحال، يعني هما ديفيرون. شتي هذا ماشي فحال هذا، هذا عادي الحق، هذا فيه فحال الشوك في لامون صغاري. هذا هو هيتيرو كونتي، متسمع هيتيرو كونتي شي حاجه مختلفه، لي فلاجيل مختلف. زيد قالكش من بوزيسيون، هما البوزيسيون هما جاو في الجنب، كتقول له اون في كونتي، اون في كونتي. هيا اون في كونتي، انا نوري لكم يعني عملتهم في بوحدهم وما هادو. ها هي اون في كونتي، لان علاش اون في كونتي؟ لانهما جاو في الجنب، بوزيسيون ديال لي فلاجيل جاو في الجنب ياك. هذا الكاركتيرستيك ديال لي زالك بغين اللي اسمه زويد، اسمه زويد. عقلوا لي شنو اخر عندنا. هذا الكلاميدوموناس، كلاميدوموناس كيقول لك اعطيني الكاركتيرستيك ديالو، كتقول هو بي فلاجيل. يعني شنو بي فلاجيل؟ هو عندنا جوج ديال لي فلاجيل، ولكن هو ايزو كونتي. علاش ايزو كونتي؟ لان لي فلاجيل فحال فحال يتشابهوا. وعندو اكرو كونتي. شنو اكرو كونتي؟ هو لي فلاجيل جاو في الراس، في الراس ديالو. اكرو هي في الراس، اكرو كونتي. صافي ثالث يعني ثالث عندنا هذا لي سبور. هذا كتشوف هنايا لي فلاجيل عندنا بزاف، كتقولو بليغي فلاجيل، يعني بليزيور، بليزيور ديال الفلاجيل. شنو هو؟ لكن هما كيتشابهوا، ايزو كونتي، ايزو كونتي لي فلاجيل كيتشابهوا. وفين بوزيسيون ديالهم؟ فين جاو؟ ستيفالو كونتي، يعني جاو مدورين على يعني، ولكن هما في الفوق، جاو مدورين ستيفالو كونتي الفوقي ومدورين. هايا شتي كيفاش مدورين؟ ماشي في الراس، ولكن هما جاو فوقي الفوق، ستيفالو كونتي. المهم هادو هما ثلاثة اللي خصكم تعرفوهم اللي كيطيحوا في امتحان. اما التباقي ما ماشي يعني راجعوهم، ولكن ماشي مهمين. هذا لي زالغ فيرت، هذا كيقولوا له زو سبور ديال لي زالغ، لي زالغ فيرت ديربيسيا. وهذا لي زالغ برين، هذا اللي كيطيح بزاف. وهذا حتى هو لي زالغ فيرت كلاميدوموناس. صافي المهم عقلوا على ايزو كونتي، هو كيتشابهوا ايزو كونتي لي فلاجيل كيتشابهوا. اكرو كونتي جاو في الراس ياك، اكرو كونتي بوزيسيون ديالو جاو في الراس. هنايا ايزو كونتي عاود لي فلاجيل كيتشابهوا، انا كنعاود دابا باش. و ستيفالو كونتي هو جاو في السيفال، يعني ستيفالو كونتي والحق جاو مدورين، فهمتي الفوقي وجاو مدورين بوزيسيون ديالو. هذا لي فلاجيل ديفيرونت، يعني شنو كنقولوا هيتيرو كونتي، ولكن في شمن بوزيسيون جاو في الجنب، اون في كونتي، اون في كونتي. صافي هادشي اللي كاين دابا. المهم هذا اسمه زويد، عقلوا على زويد، الكاركتيرستيك ديال زويد كتقول له هادشي اللي كاين. صافي وبون كوراج، الله يعاونكم.